هل لك أن تجيب على هذا التساؤل من نضال الشبيب؟ لم يتغير أي شيء، هناك احتمالات واضحة، هناك تزوير جرى في الماضي، هناك مخاوف من قبل نضال من حصول تزوير، هل لك أن تجيب على هذان التساؤلين؟ الجزء الأول لم يتغير أي شيء، لا تغير كثير من الأشياء، يعني كان هناك الدكتور أياد علاوي رئيس وزراء، ثم الدكتور إبراهيم الجعفري، ثم الآن السيد نوري المالكي، فهناك تغيير في الحكومة، تغيير في رئاسة الوزراء، وربما سيحصل تغيير جديد في هذه بعد هذه الانتخابات. حتى الائتلافات تغيرت، وهذه طبيعة الديمقراطية. أما من ناحية التزوير فأنا أتفق معها. يعني مثلا نحن قلقين من وجود موظفة أمريكية تابعة للأمم المتحدة في مفوضية الانتخابات، معروف في تحركاتها المشبوهة والغير مقبولة، اللي هي اسمها ساندرا ميتشل، والتي تقوم بالتدخل في عمل المفوضية. ويعني مثلا في انتخابات المحافظات يا أستاذ، هناك بعض المرشحين يعني كانت نتيجة الأصوات لهم صفر، وهذا لا يمكن، لأنه على الأقل هو صوت إلى نفسه. نعم. كذلك البرامجيات في الحاسوبات المستخدمة لا نعلم مدى صحتها ومدى وكيفية استعمالها، يعني كان من الأفضل أن نعلم كيف يمكن استخدامها وما هي نتائجها بتجارب حقيقية أمامنا. كذلك هناك مسألة أخرى هي استخدام الحكومة لأغراض موارد الحكومة لقائمة الحكومة للترويج لنفسها. يعني أنا ما أعرف هذا الفيديو كونفرنس اللي يصير في الخارج، هل هو باستخدام موارد الحكومة أم بموارد يعني الكتلة، استبعد، ولكن لا. هذه كلها تحفظات تؤدي إلى تأثير بشكل بآخر على نتائج انتخابات. طيب. دخول أعداد جديدة في من المصوتين، عدم وضوح الأعداد العراقيين الموجودين في الخارج، كلها مجالات ممكنة للتزوير ولتغيير النتائج بغير حق. دعني أقف على رأيك.